هروح تاني للمشاهدين عبر الاتصالات الهاتفية. اخد هناء من القاهرة. اتفضلي يا هناء. مساء الخير. مساء النور. اهلا بيكي. اتفضلي. الله يخليك. دلوقتي الناس النشطاء دولت دول عايزين ايه؟ انا مش فاهمة. دول عايزين يخربوا البلد زيادة. هم اللي بوظوا الدنيا. فين 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 مصر؟ فين مصر؟ انا مش عارفة اتكلم. مش عارفة اتكلم اللي هم بيعملوه. كل اللي داخلين فيهم دولة الاخوان والسلفيين والنور. وهم مدينهم الفرصة. كل واحد يطلع في التلفزيون مع حضرتك يفضل يتكلم ويتأنتك على نفسه. وما فيش حد بيعمل حاجة للبلد. يصبروا شوية. انا عن نفسي لو القانون ده اتلغى انا هعمل مظاهرات انا كمان. وحنزل وهبهدل الدنيا عشان مصر. لو القانون اتلغى. لو اتلغى. فانتي حضرتك كل ما هيطلع قانون مش هيعجبهم هيعملوا نفس الحركة. فانت عايزة انه ده يعبر عن هيبة الدولة وما يبقاش فيه تراخي في تطبيق القوانين. وصلت النقطة. طبعا. وصلت إيه الرسالة. طلعنا اي قانون لو قلنا البتنجان بخمسة جنيه ما عجبهمش هيطلعوا يضربوا فينا. هو البتنجان بكام اليومين دول؟ والله ما انا عارف. طيب شكرا. عموما دخلتي البتنجان في الموضوع ضحكتينا شوية. شكرا لهناء من القاهرة اللي بتقول لازم الصبر شوية ولو تراجعت الحكومة عن القانون ده رأيها هتنزل هي تتظاهر. في ناس شايفه كده. دعاء من المنصوره شايفه الوضع ازاي؟ مساء الخير. معتز. اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. يعني احنا مش عارفين الناس دي عايزه ايه. يعني احنا عايزين نبني البلد، عايزين مصر تمشي، عايزين مصر تعدي. احنا بنحب البلد دي بجد، احنا بنحبها قوي. مصر دي كبيره ومصر دي جميله، لازم بقى يعني نبنيها، لازم نخاف عليها، لازم نشتغل عشانها. يعني احنا عمالين نقول عايزين نحترم القانون، عايزين نقضي على الفساد، عايزين نقضي على الارهاب. كل يوم والتاني ناس بتموت. عايزين بقى شويه الناس دي تخاف على مصر، تخاف على البلد دي شويه. احنا خايفين في بيوتنا، احنا مش امنين. يعني الناس دي طالما هم صح ايه مخوفهم وهيعملوا مظاهرات سلميه وهيعملوا مظاهرات كويسه للبلد؟ طب هم ايه مخوفهم ان هم يدوا اختار او يعملوا حاجه صح، حاجه مظبوطه؟ الداخليه هتحميهم. ليه هم مش عايزين الداخليه تحميهم؟ هيعملوا مولوتوف بقى وهيعملوا حاجات مش كويسه، فعشان كده خايفين من الداخليه، خايفين ان هم ياخدوا. فافهم يعني موقفك انك انت انا موافقه جدا، موافقه على قانون التظاهر ومش عايزه ان حد ينزل يعترض عليه. لا طبعا. لا مفيش في ايه بيعترضوا على ايه. بس مش كلامك ده يعتبر يعني حد ممكن يفتكر ان انت كده ضد حريه التعبير عن الراي. لا طب هو حريه التعبير ان انا اوقف الطريق واتظاهر قدام منشات الدوله واوقف البلد واخلي بقى الارهابيين دول يموتوا في الناس وخلي فيه حراميه ونصابين ماشيين في البلد؟ ان انا مش ماشيه امنه في الشارع. انا يا استاذ معتز احنا في بلد ارياف. انا من المغرب ممنوع خروج في الشارع. الواحد كان بيمشي الساعة 12 بالليل في المواصلات يركب بيبقى مطمن. انما دلوقتي الواحد خايف. انا قاعدة في بيتي عندي طفلين خايفة عليهم. ما ينفع يعني ما ينفعش يخرجوا من العصر حتى. ربنا يخليهم لك يا دعاء. وربنا معانا جميعا والاوضاع تستقر وترجع الحالة الامنية كما كانت من قبل. والحقيقة يعني في محاولات الواحد ما يقدرش ينكرها أبدا. ربنا معانا إن شاء الله. طارق من القاهرة رأيك إيه في الموقف؟ مساء الخير يا طارق. اتفضل. أولا أنا اللي شايفه واللي واضح جدا إن إحنا تحولنا من المطالبة بالحرية للمطالبة بالفوضى. للأسف أنا اللي عرفه إن حتى في الدول برة لما بيطلع قانون المفروض القانون ده بتتعمل عليه استطلاعات رأي وبتاع، لكن ما بياخدوش رأي النشطاء اللي كل شوية طالعين لنا مفيش حاجة عجباهم. لا قوانين تنظيم مظاهرات عجباهم، ولا منع اعتصامات وتعطيل البلد وتعطيل الناس وتعطيل حتى تعطيل الناس البسطة اللي المفروض ان هم يعني بيجري على اكل عيشه وعلى حاجته وعلى فلوسه وعلى اولاده. كل الكلام ده احمد دومة ومش عارف احمد ماهر ومش عارف احمد مين، دول ما يهمهمش الكلام دوت. هو اللي يهمهم حاجة واحدة بس، ان هم دايما يبقوا ظاهرين في الصورة، لكن رأي الناس ايه ما يهمهمش. اللي هم بيتكلموا على الديمقراطية بس. على فكرة طارق انا معلش عايز اقولك على حاجة صغيرة. الاعتراض ما كانش من قبل هؤلاء
الناشطين السياسيين بس، ده كان من قبل منظمات حقوقيه زي المجلس القومي لحقوق الانسان وزي بعض القوى الثوريه زي بعض الاحزاب، كان في تحفظات على بنود القانون. ما برضو انه احزاب، الاحزاب الكرتونيه. قول لي، انا عايز اسالك سؤال، الحزب الوطني في وقت كان حسني مبارك موجود فيه بجلاله قدره ما كانش عدد المنتمين له يمثل 2 مليون، انت 90 مليون، ال 90 مليون دول انزلوا اسالوا الناس في الشوارع، هل الناس حابه؟ احنا لما وقفنا مع تمرد، احنا ما وقفناش مع تمرد لمجرد ان اسم تمرد، لكن لان تمرد حقق طلبت من الناس اللي هم الناس كانت عايزينه او عملت للناس اللي هم عايزينه، عشان كده الناس راحت نازله يوم 30 عشان تشيل نظام فاشي ونخلص منه، لكن مش لمجرد المجموعه بتاع التمرد زي هو محمود بدر او غيره او غيره، لان الناس ما كانتش تعرفهم. هم طرحوا فكره والفكره دي لاقت قبول ولاقت استحسان عند الناس ولقت حققت اللي الناس عايزاه، عشان كده الناس نزلت بالاعداد الكبيره ديت. بس احنا بنخلط ما بين حاجتين، ما بين ان اللي بيطرح فكره والفكره دي بتحقق اللي الناس عايزاه، وما بين ان هو بيعتقد ان هو لو قال اي حاجه تانية الناس هتنزل تمشي وراه في الشارع هتقول له امين. لا طبعا، الناس نزلت لان لقت ان الفكره دي هي الفكره اللي بتؤدي ان احنا هنخلص من الاخوان ومن الحكم الفاشي بتاع الاخوان. انت شايف المشهد اللي انا شايفه ده يا طارق، اللي هو الكر والفر التلفزيون، انت حضرتك شايف الشباب ادم اللي قلع هدومه والشباب اللي بتضرب بطوب وكده، انت انا عايز اعرف انت قاري المشهد، يعني مين دول؟ استاذ معتز، انا صيدلي واخد بال حياتك ازاي، وانا في وسط البلد. أيوه. واخد بال حياتك ازاي. انا عايز اقول لك ان تعالى اتفرج على الشارع عندنا، شارع فاضيه، الناس قفلت محلاتها، اضطرت انها تقفل محلاتها. هو ده اللي عايزينه النشطاء ومنظمات حقوق الانسان. هو مش من اول حاجه في حقوق الانسان ايه؟ مش ان الانسان يعيش عيشه كريمه ويقدر ان هو يعيش نفسه وبيته واهله عيشه كريمه؟ هل المظاهرات دي بقى هي اللي هتؤدي بينا للعيشه الكريمه وان الناس تبقى عايشه كويس وان الناس تعرف تصرف على اولادها وتفتح محلاتها وتعمل كل الكلام ده؟ طبعا لا، دول ولا يهمهم حاجه من الكلام ده. احمد مهدي مش كان موجود من فتره، من مفيش قريب خالص، عارف الجواز ان هو كان في امريكا وبتاع ومش عارف ايه، هل احمد مهدي ده يعرف عن العمل البسيط اللي النهارده كان واقف، يمكن واقف يبيع ولا واقف يعمل حاجه، اضطر يروح بيته عشان خاطر اللي هم عاملينه في وسط البلد ده؟ وبعدين هم عاملين في وسط بقى عايزين ايه؟ يعني ايه اللي عايزين يوصلوا له؟ عايزين العمليه تبقى سداح مداح، ولا ان يبقى ولا في تنظيم، ولا يستأذنوا من الداخليه؟ انا سافرت بلاد العالم تقريبا كلها، واخدت حياتك ازاي؟ واعتقد ان حياتك برضه سافرت وعارف النظام بره. يقدر حد يجرؤ حد ان هو يطلع بمظاهره بدون طلب من الجهه المسؤوله؟ ما بيحصلش. انما احنا هنا هنحول الحريه، احنا للاسف خدنا الاكستريم، خدنا اليمين قوي 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 قوي، بدل ما كانت الامور ماشيه، لا دلوقتي خلاص اللي عايز حاجه اللي عايز يعملها يعملها. على كل حال عبرت عن رايك وقلت وجهه نظرك، وبشكرك على المشاركه في هذا البرنامج. الدكتور طارق صاحب صيدلية في وسط القاهرة، وصف الاشتباكات، هو قاعد قرب الاشتباكات فشايفها وعايشها، ووصفها بأنه ناس بتسعى للفوضى مش للحرية، ودي وجهة نظره. أشوف وجهة نظر أخرى مع سلوى من القاهرة. مساء الخير يا سلوى، تفضلي. مساء الخير، تفضلي. يعني أنا معلش، أنا يعني أنا المنظر اللي احنا بنقول حرية ماشي أوكي بس وديمقراطيه وكل حاجه، بس ما ينفعش ان هو عشان الحريه انه يأذيني ويضيع البلد. ما ينفعش ان شباب صغيره تضرب الضباط، تضرب عسكري، تضرب حاجه بالطوب، والمناظر اللي احنا شايفينها دي حرام علينا، حرام البلد فعلا بترجع. وبعدين هم بيقولوا بتوع لجنه الخمسين هيعلقوا عشان اعتقلوهم، ما ينفعش انهم يضربوهم ويقفوا ساكتين. الناس اللي بتموت دي يعني حرام المناظر اللي الواحد بيشوفها. انا حضرتك، انا يعني انا دلوقتي انا كنت والله داخله انام، دايما احب اتفرج على برنامج حضرتك، تمام، بحب اتفرج عليه الصبح في الاعاده. فما ينفعش ان انا يعني حريه وبتاع حقوق الانسان، حقوق الانسان ليه ما بنسمعش صوتها لما العساكر والضباط والناس دي بتموت؟ ليه ما بنسمعش صوت حقوق الانسان؟ يعني انت شايفه ان في نوع من الازدواجيه في التعامل مع، شايفه ان في مؤامره على مصر. مؤامره على مصر، انا شايفه ان دي في مؤامره على مصر. ما ينفعش ضرب الطوب والضباط والعساكر واقفين كده، عيب. واحنا ليه ما نقولهمش عيب على اللي هم بيعملوه ده؟ هو كل ما البلد بتوصل خلاص الدستور قرب يخلص والحاجات دي كلها انا مستغرب من حاجه سلوى، مش عارف اذا كنت اخد رايك فيها. في مشهد قدامي، يعني انا كنت متصور ان انا بشوف مجموعه من
الشباب الغاضب من قانون معين واللي عايز يعبر عن موقفه بشكل سلمي، بس دلوقتي شايف ناس بتحدف طوب على بعضيها، والحقيقة انا مش شايف الوجوه، انما ما اعرفش حاسس يعني لا اتصور ان دول اللقطات دي اللي تسجلت قبل قليل ان دول هم من شباب الثورة، اعتقد ان دول شباب غاضب، بس ما اعرفش دول مين. سلوى معايا؟ مش معايا. طيب اخر اتصال هدي فرصة لمتصل اخر. حسين من القاهرة، اهلا بيك، مساء الخير حسين. أهلا تفضل. تفضل تفضل. استاذ مهتز، الاول انا عايز اوجه رسالة ليك ولكل الاعلام. تفضل. اللي احنا لازم نوقف موقف جاد مع الظاهرة السيئة اللي قدامنا دي. أيوه. اللي قدامنا دي مش حرية، دي قلة ادب. ولابد ان انت تركز الكاميرا على الناس اللي موجودين دول، عبارة عن اطفال شوارع وبلطجية او اي صفهم باي صفة، انما دول ما همش لا شباب ولا بيطالبوا بالحرية، ده شوية بلطجة في الشارع وناس عمال بتحدف بعض بالطوب، ودي صورة سيئة جدا لمصر، ولازم الاعلام يقف موقف يعني صارم، وكل الناس تنكر هذه الصورة القبيحة لمصر. اي وما نوقفش موقف المجامل لكل التيارات السياسية، لا، احنا قدامنا صورة قبيحة، ما فيش دولة في العالم بيحصل فيها ان يقف واحد عيل صغير يمسك طوبة ويحدف طوبة على حد في الداخلية هناك، وشوف اي دولة في العالم هتعمل ايه مع واحد بيعمل كده. دي اول رسالة عايز اوجهها للإعلام، ان لازم نقف وقفة جادة، وكل الناس تطلع تتكلم على ان الصورة القبيحة دي احنا مش عايزينها. طيب. ثانيا الرسالة الثانية عايز اوجهها لرئيس الجمهورية والرئيس الوزراء، انه لابد ان التعامل بمنتهى الحزم والجدية، ما عادش في وقت الهزار خلاص، لابد من التعامل بمنتهى الجدية ومنتهى الحزم مع الصورة السيئة اللي قدامنا دي. طيب. لان الصورة دي هترجعنا لورا. فانت مش مع ان الحكومة بعد الاعتراضات على قانون التظاهر انها ترجع فيه، عايز الحكومة ترسخ هيبة الدولة وتمضي قدما في تنفيذ هذا القانون. قانون خطأ لأي سبب من الأسباب. معلش قول لي تاني علشان صوتك راح، قول لي تاني علشان صوتك راح. بقول لك افترض معايا ان هذا القانون خطأ. ايوه. وانه هو بيطبق في 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 فترة زمنية حرجة في حياة مصر. أي. لما ينتخب مجلس الشعب القادم يلغيه او يعتمده. انما النهاردة احنا في وقت حرج جدا جدا، والصورة السيئة دي بدأت من اول محمد محمود لغاية النهاردة. من بداية محمد محمود هي بداية الانفلات وبداية البلطجة وقلة الادب، دي مش حرية، دي اسمها قلة ادب. طيب انت قلت رأيك بكل حرية، وانا بشكرك جدا على مشاركتك معانا في البرنامج، وبشكر كل المتصلين اللي ساهموا برأيهم في المشهد في الشارع المصري، وخاصة الاضطراب اللي احنا شايفينه في ميدان طلعت حرب. نأمل ان الامور تسير في اتجاه ايجابي وتستقر الاوضاع وتهدأ ويسود صوت العقل وصوت الحفاظ على مصلحة مصر اولا واخيرا. بشكر مراسلنا احمد عبد الصمد الموجود لغاية دلوقتي في طلعت حرب، واكيد له يعني ليلة طويلة زي ما بنقول علشان ينقل لينا المعلومات والوقائع من أرض الواقع. وبشكركم على متابعة حلقة النهاردة من مصر الجديدة، كانت حلقة صعبة شوية لما للمشهد من حساسية بالغة في الشارع، وهنكمل هذه التغطية بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من البرنامج بكرة الأربعاء 27 نوفمبر 2013. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.